يا يا تيتشر اللي اخدناها امبارح، القصه اللي اخدناها امبارح بتاعت الاخوه، الماضي والمضارع والامر، وازاي الحاكم اقنع الماضي ان هو له فائده كبيره. وبعدين اخدنا انواع الفعل من حيث الزمن، وقلنا انه فعل ماضي، اقفل المايك، فعل مضارع، فعل امر. وقلنا الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي، حدث وانتهى خلاص، زي اكله. تاني نطلع من الحصة علشان نشوف اللي فاتح المايك، صح؟ نور، نور حسين، واخدنا كمان الفعل المضارع هو ما دل على حدث وقع في زمن حال او مستقبل، مثل يكتب. والفعل الامر هو ما دل على حدث يقع في المستقبل بمعنى الطلب، يعني انا بطلب منك حاجه انت لسه هتنفذها، يبقى في المستقبل، زي افتح. اخذنا التدريب، واخذنا كمان النشيد اللي استخرجنا منه ايه، الافعال كلها امبارح، ناسينه؟ افعال ماضي مضارع والامر. برافو، ماضي مضارع وامر. وقفنا عند انواع الفعل، ماضي مضارع امر. واخدنا كمان من النص، استخرجنا الافعال الموجوده في النص، فعل الماضي وفعل الامر وفعل المضارع. طيب احنا امبارح درسنا النص بتاع التحدث بذوق وادب، وخليناها في الفعل الماضي، في صيغه الماضي وصيغه الامر وصيغه المضارع. النهارده هناخده بس بطريقه اوضح شويه. شوفوا عندنا المثال ايه، قراءة القصص المفيدة، تمام؟ هناخد كلمة قراءة اللي هي الاسم اللي في الأول، وأول حاجة هنخليها في الفعل الماضي، تبقى قرأت قصة مفيدة، أو أقرأ قصة مفيدة، أو اقرأ قصة مفيدة. طيب رحمة الفقراء والمساكين، هنقفل المايك. عايزة مريم محسن. رحمة الفقراء والمساكين، لما نبدأ نخلي كلمة رحمة بصيغة الماضي هنقول ايه؟ ايه يا مريم؟ رحمة؟ هنقول ايه؟ رحمة. مريم، هو مين اللي بيتكلم جنبك؟ حد. في صوت شغال عندك؟ في صوت. هيبقى اسمها رحمتوا يا مريم، رحمتوا الفقراء والمساكين. طيب لما نخليها في صيغة المضارع يا مريم هنقول ايه؟ مريم، يا في جنبك تلفزيون، يا في جنبك حد مشغل اونلاين تاني، صح؟ في حاجة شغالة جنبك. ممكن علشان السماعة. لا، في صوت حد بيتكلم. ماشي يا مريم، اقفلي. مروان. مروان. ايوه تيجي. قولي يا مروان، لما هنخلي كلمة رحمة اللي هي الاسم رحمة، عايزين نخليه في صيغة المضارع، هنقول ايه؟ ورا. بص حبيبي، هي مريم قالت في الماضي رحمت الفقراء والمساكين، طيب في المضارع هنقول ايه؟ أرحم رحمت الفقراء والمساكين. برافو. مينا. مينا. أيوة تيتشر. يلا يا مينا، أيوة في صيغة الأمر هنقول إيه؟ ارحم المساكين. ارحم الفقراء والمساكين. برافو. والتحدث بذوق وأدب إحنا أخدناها إمبارح، وعرفنا إن هي هتبقى إيه؟ تحدث بذوق وأدب، وتحدثت بذوق وأدب. نكتب الإجابات أهي، رحمت الفقراء والمساكين، أرحم الفقراء والمساكين،
ارحم الفقراء والمساكين. تحدثت بذوق وأدب. أتحدث بذوق وأدب. تحدث بذوق وأدب. قبل ممكن بس الصفحة اللي انت جبتيها علشان نصورها. هخليكم تصوروا في الآخر حبيبتي. هنا بقى. نحولة نحلة نشيطة تعمل بجد واجتهاد، نريد مساعدتها حتى تصل إلى الزهور مكافأة لها على اجتهادها حتى تنتج العسل. ألون لها الدوائر التي تحوي أفعالا لتصل إلى الزهور. إحنا هنشوف أول سطر. في عندنا إيه؟ يكتب، يجري، نمل، يكتب تاني. اللي فاتح المايك يقفله. ريتال، ريتال. أيوة يا تيتشر. قولي لي يا ريتال، أول سطر اللي الدوائر اللي في أول سطر دي فين الفعل فيها توتا؟ ها، يكتب، يجري، نمل، يكتب. يجري. يجري، برافو عليكي. عايزة رودينا. نعم يا أبلة. قولي لي يا رودي، في فعل كمان هنا ايه هو؟ يكتب. يكتب، برافو. طيب تسبيح. السطر الثاني يا تسبيح. بيت أخذ طبيب سليم، فين الفعل؟ أخذ، برافو عليك يوسف فؤاد. قولي يا يوسف، يرسم، يلعب، يأكل، أكتب، لون، يكتب. يرسم. يرسم، برافو. إيه كمان؟ يلعب. يلعب، برافو. إيه كمان؟ لون. دي لون، دي لون، ما فيش عليها شدة علشان نعرفها لون. يكتب. يكتب، يأكل، وأكتب، ويكتب، كل دي أفعال. طيب سعد، كتاب، يسمع، مطر، يا ياسين. سعد، كتاب، يسمع، مطر، فين الفعل؟ يسمع. يسمع، برافو. يكتب، قلم، دخل، ذهب. يوسف محمود. نعم. يكتب، قلم، دخل ذهب. يكتب ودخل وذهب. وذهب، برافو عليك. يبقى يكتب، يجري، يكتب مكررة مرتين فأخذنا منهم واحدة. أخذ، يأكل، أكتب، يسمع، دخل، ذهب. شفتوا هي هتمشي ازاي؟ بصوا، احنا علمنا لها بس على الافعال اللي هتوصلها للزهرة. هي هتمشي كده 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 كده، صح؟ لكن في افعال تانية، في يرسم ويلعب ويكتب، لكن لو وديناها كده هنجيبها تاني هنا ازاي؟ احنا عايزين نمشيها. بصوا، عملت رقم زي 5 كده، شفتوا؟ يبقى احنا علمنا لها الافعال اللي هتوصلها في الاخر لايه؟ للزهرة. طيب هنا دي لعبة تانية. في عندنا كل حرف في تحته رقم، شايفينه؟ بصوا، يعني الالف تحتها واحد، كاف تحتها ثلاثة، الدال تحتها أربعة. طيب عايزة ريتال، سألتك خلاص. عمر، عمار، عمر. عمر، باتريك، باتريك باسم. قول لي يا باتريك، شايف أول سؤال عندنا رقم 4 و9 و5، عايزين نكون منها فعل ونقول لون ونقول نوعه. فين 4؟ أهي أول حرف إيه؟ دال. فين رقم 9؟ أهي الحرف بتاعها إيه؟
خاء، يبقى عندنا كده دال وخاء. فين رقم خمسة؟ اهي حرف ايه؟ لام. يبقى دال وخاء ولام، تبقى الفعل اسمه ايه؟ دا خا لا. انا اللي جاوبت يا بترك، انت ما جاوبتش. محمد فتح الله، محمد فتح الله. نعم. يلا حبيبي قول لي تاني حاجة، تاني مربع عندنا عايزين نكون فعل من رقم 12 و10 و5. فين 12؟ حرف ايه؟ بص كده، حرف ايه ده؟ حرف الياء. ياء، برافو. رقم 10 فين؟ اهو حرف ايه؟ صاد. يبقى عندنا الياء والصاد. رقم 5 اهو حرف ايه؟ لام. لام، يبقى الياء والصاد واللام تبقى ايه؟ يصل. يصل، برافو عليك. يصل دي فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. مضارع، برافو عليك. مازن، مازن مش بيرد. مازن، مريم عماد. ايوه قولي لي يا مريم، عايزين الفعل اللي فيه رقم واحد وثلاثة وثلاثاشر وسبعة. رقم واحد ألف، ثلاثة كاف، يبقى عندنا ايه؟ ألف وايه كمان؟ كاف. وكاف. فين رقم 13؟ اهو راء. كده راء، يبقى عندنا الألف والكاف والراء. رقم سبعة ها؟ ميم. ميم ها؟ يبقى اسمها ايه؟ أكرم. أكرم فعل إيه؟ أمر. دخل فعل ماضي، ويصل فعل مضارع، وأكرم فعل أمر. صوروا الصفحة دي. التيتشر لو أكرم يعني ماضي. آه لو أكرم ماضي. صورناها. صورنا الصفحة دي. اه يا أبي. الصفحة الجاية دي عايزة بقى ناس من اللي أسمائها ما جاوبتش معايا عشان نلحق نخلصهم. أنا اسمعوني اسمعوني، ممكن تسمعوني بعد إذنكم؟ أنا النهاردة المفروض إن إحنا كل خميس خلاص هحدد 8 أسماء هما اللي هيتاخدوا، ففي منكم اسم اسمعوني، ادوني فرصه اتكلم. ممكن يبقى عندكم ثقافه ان انتوا تسمعوا الاول وبعدين تتكلموا. المره اللي فاتت كان اسم فارس عماد موجود معاهم، بس فارس اسمه منزلش، صورته ما اتبعتتليش فاسمه منزلش. ففارس هو اول اسم في 4 دي، فارس عماد هيتحط الاسبوع ده. عايزه بقى بعده سبعه، عايزه بقى الناس اللي اسمائها ما اتاخدتش. اجيب بس 4 دي عشان نعرف. يوسف محمود. انت ما تقولش انا، انا هختار يا يوسف، يعني اللي ما تسالوش ارفعوا ايديكم وانا هختار 8. اللي صورته ما نزلتش يرفع ايده. علامه اليد خالص. انت مين؟ جيسكا عصام. جيسيكا، ماشي يا جوجو. عايزه جيسيكا، اوكي عايزه جيسيكا، وعايزه ريتال. اوكي تيتشر. وتالا و وايتن. كده 4 بنات، واحنا عندنا في اسم ولد، يبقى عايزين 3 ولاد. يوسف محمود وأحمد حسن آدم. خلاص أنا سألتك يا دوما واسمك اتحط. ياسين سامي. أحمد حسن صورته اتحطت في الشجرة اللي فاتت.
والله دي ياسين سامي. ايوه ابله. يبقى احمد حسن. لا بصوا انا قلت لكم وبرده انتوا بتغشوني، يعتبر ان انا لما اقول اللي صورته اتحطت ما يرفعش ايده ورافعين ايديكم برده. جورج حمدي اتحطت يا جورج؟ اتسال ساعتها. طيب يوسف فؤاد، يوسف فؤاد صورتك اتحطت؟ خليني اشوف انا. لا تمام. يبقى انا عايزه دلوقتي جاسيكا، ريتال، تالا، ايتن، يوسف محمود، يوسف فؤاد، ياسين سامح، هم دول بس اللي يرفعوا لي ايديهم دلوقتي. الباقي كله نزل ايدك ما عدا جاسيكا طبعا. جاسيكا مين؟ ما انا ما عنديش اليد يا تيتشر. خلاص انا عايزه جاسيكا في الاول. جاسيكا اللي ما عندهاش علامة اليد. نعم يا تيتشر. بص يا جوج، في عندنا هنا أشاهد الصور الآتية وأستنتج منها أفعالا متنوعة الزمن ثم أقرأها قراءة صحيحة. عايزين أول صورة دي يا جوجو هاتيلي منها فعل. أي فعل أنت شايفاه في الصورة؟ الأطفال يأكلون. الأطفال يأكلون، برافو عليكي. يأكلون دي إيه يا جوجو؟ فعل إيه؟ مضارع. فعل مضارع، برافو عليك يا جوجو. قولي لي بقى اسمك. جاسيكا عصام. تمام. انا قلت مين بعدها؟ عايزه تالا. احمد حامد. انا ما قلتلكش ارفع. نعم يا الله. احمد حامد ما قلتلكش ارفع ايدك. عايزه ريتال الاول. ريتال. ايوه يا تيتشر. يلا يا توتا، تاني صورة، شايفة أنت ممكن نستخرج فعل إيه من الصورة دي؟ الأطفال يلعبون. برافو، يلعبون فعل إيه؟ مضارع. مضارع، برافو عليك. يلا عايزة ومحمد فتح الله برضو ما قلتلكش ارفع إيدك، أنتوا الكلام مش بتسمعوه على فكرة. تالا. نعم يا أبلة. يلا يا توتي، قولي لي حبيبي الصورة التالتة. تخرج منها فعل. المعلم أطفال. المعلم يشرح الدرس أو المعلم يعلم الأطفال، ماشي. برافو يا تالا. عايزة ياسين. فعل مضارع. نعم يا تيتشر. لا لسه أيتن، ثواني لسه أيتن في البنات. بصوا كده. هنا المفروض ان احنا اكتب دعاء، اكتب دعاء اتوجه به الى خالقي سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادي من كل شر ومكروه. اللهم احفظ بلدنا الكويت من كل مكروه. اللهم يا من تجيب دعوة المظلوم اذا دعاك. عايزة ايتن. نعم يا ابلة. هاتيلي يا توتة هنا من اول دعاء، اللهم احفظ بلدنا الكويت من كل مكروه، هاتيلي منها فعل قولي لي ده فعل نوعه ايه. فكري شوية ايتون. اللهم احفظ بلدنا الكويت من كل مكروه، فيه هنا فعل، فين هو ونوعه ايه؟ بسرعة ايتون. احفظ. احفظ، برافو عليكي، ده فعل ايه؟ امر. أمر، شطورة. عايزة يوسف محمود. نعم. قول لي يا يوسف من السطر الثاني من الدعاء الثاني هات لي فعل. فعل واحد. تجيب. تجيب، برافو، ده فعل ايه؟ مضارع. شاطر. عايزة يوسف فؤاد. يا تيتشر. قول لي يا يوسف في فعل تاني في الدعاء ده، ايه هو؟ عداك. دعاك مش عداك، دعاك، دا دا بدأ بالدال، دعاك. ها فعل ايه ده يا مين يا يوسف؟ فعل ماضي، برافو. يوسف فؤاد. عايزه ياسين سامح. نعم يا تيتشر. قول لي يا سينو.
تعرف تستخرج لي ثلاث أفعال من الصور اللي فوق غير اللي هم قالوهم؟ ليش؟ فعل أمر تجيب، فعل مضارع دعاك، فعل الماضي. يلا صوروا الصفحة دي كمان. الأم تصنع طعام لأولادها. ماشي، برافو عليك. ها الصورة التانية. يعني في أولاد يلعبوا. شاطر. الأولاد يلعبوا وهم سيعملون حاجة تانية. أنت كنت هتقول البنت إيه؟ البنت ترسم بس. برافو عليك شاطر، كفاية عليك كده يا سيدي. يبقى نسمع الأسماء اللي أنا هقولها دي. فارس عماد، جيسيكا عصام، ريتال، تالا، أيتن، يوسف محمود، يوسف فؤاد، ياسين سامح، علشان ما يبقاش في لخبطة. وهي الشجرة بس 8 أماكن، فإحنا كل مرة هناخد 8 علشان إيه ما يبقاش العدد كتير ونلخبط في الصور. الصور دي هتبعتوها لمامة آدم حازم، تمام؟ حبايبي سمعتوني؟ تمام. فارس، جيسيكا، ريتال، ايتن، يوسف محمود، يوسف فؤاد، ياسين سامح، الصور دي هتبعتوها لمامة ادم حازم. ماشي. ادم حازم. صورتك الشخصية، ولو سمحتوا عايزة صورة وشكم بس اللي باين فيها، عشان لما تتقص وشكم اللي يبقى باين. عايزة صورة وشكم اللي باين فيها. تمام؟ ينفع اقبل اسألك سؤال؟ اتفضلي حبيبتي بس بسرعة. نعم يا ايتن. ازاي نبعت الصورة لمامة ادم حازم؟ مامة ادم معاكم على الجروب بتاع الواتساب بتاع الصف بتاعكم اللي بتتكلموا عليه على طول، فابعتيها. هو جريت فورتي مامة ادم وابعتيها. بتاع جريت فورتي. يعني نبعت الصورة في الجروب؟ حبيبتي في الجروب بتاع الواتساب اللي فيه كل الامهات. نقفل المايكات بقى. عفوا حبيبة قلبي، نقفل المايكات علشان نعمل بقى مسابقتنا بين الولاد والبنات، واما اشوف مين فيكم الشاطر اكتر. نفطر كده ونعمل المسابقه. شكرا يا ابا، انت وعدتينا فعلا. تسلموا يا حبايبي. عايزه مين بقى نبدا بفريق البنات الولاد؟ احمد حامد. نعم يا ابلة. قول لي يا احمد، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفقراء؟ ساعدهم. ساعدهم، قدم لهم المساعدة اللي هو تصدق عليهم يعني. برافو عليك. ادي كده نقطة للولاد. أسيل. يلا يا سيلة، بين موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى مساعدة الفقراء. هيا أسيل، موقفهم كان إيه أصحاب الرسول؟ اللي هما راحوا يجيبوا اكل ولبس للفقراء. عشان نجاوب بقى اجابه مختصره هنقول هما تصدقوا ولا رفضوا الصدقه؟ تصدقوا. برافو عليكي. نقطه كمان للبنات. هنا احمد حامد صح، وهنا اسيل. طيب عايزين ولد. ولد لفريق الولاد. يلا ادم. ادم. يلا يا دومي، ماذا تتوقع لو قدم كل انسان المساعده للمحتاجين؟ لو كل انسان فينا قدم المساعده للمحتاجين هيكون المجتمع ده ايه؟ ها مجتمع صالح. مجتمع صالح متماسك ولا متفرق؟ هي ادم، المجتمع اللي هيكون كل الناس فيه بيساعدوا بعض ده هيكون متماسك ولا مجتمع يسود الحب الكراهيه؟ يسود الحب والمحبه، يسود الحب والتعاون ولا الكراهيه؟ برافو، متماسك. ماشي يا ادم، برافو عليك. جنى شريف. نعم يا ابي. بصي يا جوجو، لما نقول يا ايها الناس تصدقوا قبل ان لا تصدقوا، مش عارفه انت هتعرفي تشوفيها كده ولا لا. استني انا اشوف لكم على الجهاز موجود الدرس ده ولا لا. لو موجود اعرضه لك احسن. انت معاكي كتابك؟
طيب افتحي الكتاب على الدرس ده كده جوجو. أي درس؟ صفحة 28 أول درس أخدناه، المسلم في عون أخيه، صفحة 28 يا جنى. جبتها يا أبلة. شايفة اللي مكتوب بالأخضر؟ السطر اللي مكتوب بالأخضر، يا أيها الناس تصدقوا قبل أن لا تصدقوا. أنا عايزاك تجيبيلي من هنا يا جوجو كلمة بها حرف يكتب ولا ينطق. الناس. الناس، برافو عليكي، شطورة يا جنى. وتصدقوا كمان. شطورة حبيبة قلبي، برافو عليكي. عايزين ولد، عبد الله عادل. نعم تيجي. قول لي عبود. لما نقول نجح التلميذ الذي صابر على الدراسة، الجملة دي فيها كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب. نجح التلميذ الذي صابر على الدراسة. الدراسة. الدراسة، فين الحرف؟ هيا عبد الله قول لي فين الحرف الذي ينطق ولا يكتب هنا؟ انت فاهم احنا بنقول ايه؟ نطقناه بس ما كتبناهوش. نجح التلميذ الذي صابر على الدراسة. ها قول لي بسرعة، هتخسر فريقك كده. لو حد من البنات جاوبها يبقى فريقكم هيخسر نقطة وتروح للبنات. يلا أريا. أبلة أنا ممكن أجاوبها؟ قول يا دودو. يلا رودين. الألف واللام ما بتتنطقش هنا في الدراسة. بصي إحنا بنقول إيه، بصي إحنا بنقول إيه، كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب، نطقناه بس ما كتبناهوش. نجح التلميذ الذي. طيب نلغي المسابقة؟ أنا ما سمحتلكوش تتكلموا صح؟ جاسيكا عارفة الإجابة؟ جاسيكا عصام. أي تيتشر. إيه قولي يا جوجو. إيه على أي تيتشر اللي هو؟ حبيبتي إحنا بنقول نجح التلميذ الذي صابر على الدراسة، كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب. الألف وسط الدراسة. لا غلط كده، يبقى السؤال يرجع للولاد تاني. ممكن يا تيتشر أنا؟ أبلة ممكن أجاوب أنا؟ أبلة ممكن أجاوب أنا؟ أنا مش عايزة أبلة ممكن أجاوب أنا، أنا شايفة مين رافع إيده وبسأل. جورج حمدي، تعرف يا جورج الإجابة؟ آه. إيه هي؟ التلميذ. فين الحرف؟ كده الولاد خسروا نقطة، ده ما كانش دور البنات، فكده الولاد هم اللي خسروا نقطة. هي الذي، حرف اللام اللي في الاسم الموصول الذي. كنت هقول يا تيتشر. خلاص كده فرصتكم ضاعت. السؤال ده سؤال البنات بقى. ريماس. نعم يا تيتشر. يلا يا ماسة قولي لي، احنا قلنا ان قطرة الماء ليها دورة حياة في الأول خالص وهي موجودة في السماء، بتكون على شكل إيه؟ على شكل غيمة. شكل إيه؟ ما اسمهاش غيمة، اسمها إيه بقى؟ اللي بتبقى كبيرة بيضة في السماء دي اسمها إيه؟ ها الحاجات البيضة الكبيرة اللي في السماء اللي إحنا بنشوفها دي اسمها إيه؟ لما الطيارة بتطلع فوقها كده بتشوفي إيه من فوق؟ شوف السماء. ايوه السماء بتبقى مليانه ايه بقى؟ مجموعه قطرات الماء مع بعض بيكونوا ايه في الاخر؟ قطره. يا حبيبه قلبي فهميني، هي لما بتنزل بتنزل على صوره مطر، لكن قطرات الماء لما بتبقى متجمعه في السماء بتتجمع على صوره ايه؟ ها مش انت لما تبصي للسماء كده بتلاقي السماء لونها ازرق وفيها حاجات بيضه كبيره؟ اه
ايه الحاجات البيضة الكبيرة دي اسمها ايه؟ ممكن انا اجاوب؟ لا غيوم. لا مش غيوم. ايه مريم؟ مطبات هوائية. يختي اطلع انا عارفة الجواب. قلت تالا السحابة. هي شو اسمه؟ سحابة. برافو. السحابة بتنزل فين يا تالا؟ نزول المطر. وبعدين على ايه بقى السحاب بينزل؟ بينزل على صورة مطر. بينزل فين؟ على الارض. برافو. عشان يتحول تاني بيتحول لايه علشان يطلع تاني للسماء؟ بخار. بخار. برافو عليك. تمام كده النهارده اتسالنا ثلاث اسئله للولاد، ثلاث اسئله للبنات. البنات حلوا الثلاثه والولاد حلوا الاثنين، فالنهارده الفائز البنات. برافو عليكم، فازوا عليكم النهارده يا شباب، عوضوها يوم الاحد ان شاء الله. البنات فازوا عليكم يا ولاد، وشكلكم وحش النهارده كده. اللي جاوبوا منكم احمد حمد وادم.